السلام عليكم، مرحبا بالجميع، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. وانتم ما تشوفوا هذا الفيديو، كنرحب بكل من يشاهد قناة جايلا شانال. اذا كنت اخي او اختي اول مرة كتشوفوا القناة، نقول لكم ما تنساوش انكم اذا بغيتوا تشتركوا معنا بطبيعة الحال اذا عجبوكم الفيديوهات وشفتوا انكم تستافدوا. وكذلك كنقول لجميع المشتركين في قناة جايلا شانال شكرا لكم على المتابعة وشكرا لكم على التشجيع وعلى الوفاء ديالكم. لذلك اذا بغيتوا الاخوان والاخوات انكم تشوفوا لا فيديو بطبيعه الحال تشجعونا بواحد لايك، لان هذا الامر يهمنا وكذلك كيخلي لا فيديو انه يقدر يتشاف. غادي لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضر على مجموعه من المحاور. كيف عودتكم دائما انني كنقول محاور وبطبيعه الحال وكنبدا لا فيديو، غادي نتكلم على الحجر التجول الجديد، التوقيت ديالو بالنسبه لفرنسا اذا كان يعني هو مازال عاد ما مقرنش فيه، ولكن غادي نهضروا في التفاصيل اللي غادي يبدا نهار السبت. كذلك غادي نتكلم على لاكاف وما هو الجديد بالنسبه ل 2021 فيما يخص واحد الامر اللي خاصكم كذلك تعرفوه بالنسبه للناس اللي كتوصلوا يعني بلا بيال ولا لا غيسا ولا المهم المستحقات نتاعكم. كذلك غادي نتكلم على لابخيم دو نوال، شكون هما الناس اللي غادي عاد ياخذوا لابخيم دو نوال في يناير 2021. وكذلك غادي نتكلم على لي زاد نتاع الناس اللي عندهم الاولاد في الاعدادي او الثانوي بالنسبه للكوليج ولا بالنسبه للليسي، يعني لي كوليجيان ولا لي ليسيان بالنسبه لهاد الاشخاص او لهاد التلاميذ هادو بالنسبه لهم يعني لي زاد. المره الفايته كنت كلمت لكم فقط على لا كونتين، يعني كان جاني واحد السؤال، لكن غادي نعطيكم مجموعه من لي زاد اللي تقدروا انكم ربما ما كانش في العلم ديالكم. وكذلك غادي نتكلم على بالنسبه للار اس اي لا روتريت، وكذلك غادي نجاوب على شي اسئله اللي جاتني بالنسبه لا فورماسيون ا دوميسيل. نبداو لا فيديو. نبداو اول خبر عن فرنسا. بالنسبه لفرنسا تقترح حظر تجول مساء ابتداء من السادسة الساعة السادسة مساء، وذلك يوم السبت 2 يناير 2021. هذا الاقتراح اللي جا من طرف وزير الصحة مسيو اوليفي فيغون، واللي اقترح بالنسبة لهذا الاقتراح نتاع حظر التجول مساء انه يكون في 20 ديبارتمون. من بين هاد 20 ديبارتمون كاين 6 اللي هما مكلاسيين اون زون روج والباقي مكلاسي زون اورانج. بطبيعة الحال كيف كتعرفوا انه هاد حظر التجول فاش غادي يكون مع السادسة مساء، كيكون قبل من المناطق الاخرى اللي هو حاليا راه 8 مساء. هاد الشيء كامل بغيت نقول لكم على انه فرنسا كتحاول انها ما تدخلش في حظر، في حجر بلوتو، حجر صحي ثالث، بحيث انه فرنسا دخلت في حجر صحي اول وثاني، واذا دخلت في حجر صحي ثالث بطبيعه الحال كيحاولوا انهم يتفاداو كل هذا الشيء باش ما انه ما يهرسوش الاقتصاد وانهم يخليو الامور ماشيه عادي كما هي، يعني التلاميذ يمشيو لزيكول، الناس اللي باقيه في الخدمه ديالها تمشي للخدمه ديالها. طبيعه الحال كيف كتعرفوا انه السياحه، وانه السياحه يعني مهرسه، وتقريبا المناطق اللي هما الكبرى مثلا نيس، المناطق اللي معروفين انهم فيهم المجال السياحي وفيهم الرواج مزيان، طبيعه الحال هذوك المناطق هادو يعني تهرسوا، بحيث السياحه لي ريستورون مسدودين. طبيعه الحال بين لي ريستورون مسدودين ما غاديش يكون واحد الرواج، ما غاديش يكونوا الناس، ما غاديش يكونوا يعني رواج اقتصادي. وبطبيعه الحال حتى المناطق اللي فيهم لو سكي كذلك يعني حتى هما ما كاينش. لهذا فرنسا تتجنب حجر صحي ثالث، وبذلك كتحاول انها دير في المستطاع نتاعها باش انهم يحاولوا شنو يديروا من غير ما يكون حجر صحي. شافوا على انهم غادي يشوفوا يرتقبوا عدد حالات نتاع الانتشار ديال هذا الوباء. طبيعه الحال اليوم كان 11000 كا، يعني حالات مرتفعه، وكذلك حتى الحالات اللي في لا ريانيماسيون. لكن يوم الجمعه 1 يناير 2021 غادي يعطيونا اكزاكتومون وشنو هما هاد لي ديبارتمون اللي غادي يبدا فيهم مع السادسة مساء. غادي يخليو هاد لي دو جوغ هكذا باش يشوفو، ونهار الجمعة غادي نعرفو اكزاكتومون. هذا كملت لكم بالنسبه للخبر ديال فرنسا. دروك غادي نمشيو للخبر ديال لاكاف. بالنسبه لاكاف والجديد ديال 2021، بالنسبه لاكاف انه تقدروا تشوفوا انه لو سيت نتاع لاكاف اونلاين، يعني سيغ انترنت في لاسباس ديالكم، انه مسدود من لو 1 يناير، من لو 1 جانفي 2021، يعني من 1 يناير 2021 حتى 3 يناير 2021. غادي يسدو ليسباس تاعهم لمدة 3 أيام، لكن ابتداء من 4 جانفي، يعني من 4 يناير، يكون ليسباس هكا محلول إذا كنتو بغيتو أنكو تطلبو استفسار أو تصيفطو شي إيميل.
هذا هو اللي صرحت به لاكاف، يعني قالت لكم على انه ما تخافوش او انكم ما تفاجئوش، بليتو هذا هو لو مو كيزون اوتيليزي، ما تفاجئوش اذا لقيتو انه دخلتو ليسباس ديالكم ديال لاكاف ولقيتوه ما خدامش. دروك غادي نفوت عند حاجه اخرى بالنسبه لاكاف اوسي. بالنسبه لاكاف لسنه 2021 بطبيعه الحال، كيف كتعرفوا انه لاكاف فاش كتعطيكم هادوك لي بريستاسيون سوسيال، هادوك لي زاد المهم اللي كترسل لاكاف، سواء الناس ديال ار اس ا او سواء الناس نتاع لا بي ال، المهم كاع لي بريستاسيون اللي كترسلهم بطبيعه الحال كتكون لو 5 دو موا، يعني شاك لو 5 دو موا كترسل لكم. بحال نقولوا حنا 5 يناير، 5 فبراير، 5 مارس، لكن لاكاف قالت على انه بعض الشهور، من بعض الشهور ماشي كل الشهور، بعض الشهور من سنه 2021 غادي 5، يعني النهار 5 غادي يطيح اما في السبت او في الاحد او في لي جور فيريي. قالت على انه بطبيعه الحال غادي ياجلوا باش انهم يفيرسيو هذيك، المهم هذيك الاستفاده اللي كتوصلكم من لاكاف، وعطات هاد الشهور. مثلا قالت افريل 2021 وكذلك جوان 2021 وكذلك سبتمبر 2021 وكذلك ديسمبر 2021. شفتوا انا جبت لكم العام يجري، كملت لكم العام بعدا افريل جوان سبتمبر اي ديسمبر، صاي 2021 كملتها لكم في الساعه. هذا هو اللي صرحت به لاكاف. كذلك بغيت نقول لكم بالنسبه للبريم دو نويل، بالنسبه للبريم دو نويل المهم الناس اللي راكم تكونوا توصلتوا بها صاي دابا في شهر ديسمبر، لكن بغيت نقول لكم شكون هما الناس اللي غادي توصلوا بلا بريم دو نويل في جانفي 2021. وهذا الشيء كذلك على حسب، ماشي على حسب قولي انايا، الناس اللي هما حاليا في لو موا ديسمبر دخلوا، يعني دخلوا في الار اس ا ولا كان عندهم مستحقات نتاع لو ا اس اس، يعني allocation solidarité spécifique ولا لو RSA ressource solidarité active. هادو هما يعني الناس اللي قدروا انهم يستافدوا كذلك من لا بريم دو نويل، ولكن في جانفي 2021 وبطبيعه الحال بلا بدون اي طلب لاكاف هي اللي كدير لي كالكول ديالها. دروك غادي نمشيو عند الموضوع الاخر اللي بغيت نقول لكم بالنسبه انه لي زاد بطبيعه الحال، لي زاد نتاع لي ستوديون ولا لي زيلاف. واحد الهضره بغيت نقولها لكم، فقط واحد المعلومه، واحد الخبر نظن راكم عارفينه، ولكن بغيت نقول لكم قبل ما ندخل لكم لي زاد نتاع وليداتكم الا طلعوا للاعدادي ولا للثانوي. بالنسبه تكلموا في لا تيلي قال لك على انه الناس اللي راها ناويه وباغيه باش انها دير الحفله بحال نقولوا بالدسه، الناس هادو اللي باغيين يديروا بطبيعه الحال قال لك انهم راهم موبيليزاو في فرنسا 10000 بوليسي، يعني غير باش انهم يشوفوا يقدروا انهم يعرفوا الناس اللي راهم يديروا بهذا الشيء كلونديستان. مهم وكذلك بالنسبه انه الجيران كذلك يقدروا انهم شي كيعلم شي بعضياتهم. المهم هذا الشيء غير بغيت نقول لكم انهم كل واحد يرد البال. غادي نتكلم بالنسبه لزاد. بالنسبه لزاد المره الفايته جاني واحد السؤال على لا كونتين، وكنت جاوبت واحد الاخت وقلت لها نعم تقدري انك تجيبي الفورمولير من عند سيكرتاريا دي زيلاف، ولا انك تتصلي فقط بلا سيستم سوسيال نتاع لي طابيسوم اللي قرا فيها ولدك. وبطبيعه الحال هاد لي زاد هادو كيتاخذوا من لو فون سوسيال، ومن بعد الدوسي كيشوفوا البروفيزور نتاع لي طابيسوم، وهو على حسب طبيعه الحال الحاله ديالكم والاوراق اللي غادي يدرسهم باش يشوفوا انكم تكونوا مستفيدين من هاد المساعده ديال لا كونتي لوليداتكم. كذلك هنا بغيت غير نقول لكم فقط كاينين مساعدات اخرين، كاين مساعده نتاع لا بورس بطبيعه الحال كتكون في الاعدادي والثانوي، كاين لا كونتين بطبيعه الحال، كاين ترونسبور، كاين لي سورتي سكولير، وكاين كذلك بالنسبه للولينات، وكاين كذلك بالنسبه لي زاباري اوديتيف نتاع المهم نتاع السمع. هادو هاد الاستفادات ولا هاد المساعدات بطبيعه الحال كاين اللي عنده الحق كاين اللي ما عندوش، ماشي انا اللي غادي ندرس لو دوسيي. فاش تجيبوا لو دوسيي غادي نتوما تعمروا الوريقات اللي طلبوهم منكم، يطلبوا لي زامبو الدخل هادي هادي هادي، غادي يشوفوا واش وليداتكم عندكم الحق. بالنسبه لابورس كتكون تريمستريال، يعني شاك 3 موا كيعطيو لكم واحد البركه بالنسبه لابورس نتاع الوليدات ديالكم. كذلك بغيت نقول لكم كاين واحد لابورس اللي هي كتسمى بورس اوميريت، هي بحال نقولوا مستحقه، وهي هاد لا بورس هادي فاش وليداتكم كيديو البروفي مونسيون بار مونسيون، يعني وليداتكم فاش كيكونوا في الاعدادي وكيديو بروفي بار مونسيون كون غادي يطلعوا الليسي، هادي كتكون عندكم اون بورس سا سابيل بورس او ميريت. دروك غادي نمشيو للاسئله.
جاني سؤال ومع هذا السؤال دايره فيه فيديو ولكن غادي نجاوب عليه. عندي اغيسا، قولي لي كيفاش غادي نكون في لا روتريت بالنسبه للناس اللي كتكون عندكم لي اغيسا؟ فاش كتوصلوا للسن ديال لا روتريت وهنايا راهم طالبين 65 سنه واكثر، يعني فاش يكون عندك فوق 65 سنه انك تطلبوا من لاكاف واحد لو دوسيي اللي هو لو اس بي ا. وهذا لو دوسيي لو اس بي ا سافي دير الوكاسيون سوليداريتي pour personnes âgées. هاد لو اس بي ا هي اللي غادي تحل محل لو ار اس ا. طبيعه الحال وكيكون القدر ديالها اكثر شي شويه بالنسبه لو ار اس ا، كتكون شي 903 اورو، جو بونس هكذا 903 اورو. ولكن من بعد فاش كتكون الشخص عنده اكثر من 65 سنه، وتقدروا كذلك انكم تستفسروا عن طريق لاكاف. الوغ دروك غادي نفوت عند السؤال كذلك اخر، واللي هو جاني بالنسبه للموضوع اللي درت لكم على لي فورماسيون ا دوميسيل، واللي قلت لكم على انه تقدروا ديروا لي فورماسيون ا دوميسيل، وشرحت كل شيء في لا فيديو، وشرحت لكم اذا ما كانش عندكم ان كونط، وشرحت المهم كل شيء راه في لا فيديو. اللي بغى يمشي يشوف لا فيديو فورماسيون ا ديستانس ولا ا دوميسيل، بالنسبه لهاد لا فورماسيون ا دوميسيل قلت لكم انايا التجربه وشنو درت. يعني انايا صونيت ليكول فرونسيز، واحد ليكول فرونسيز صونيت لهم وقلت لهم بغيت ندير معاكم فورماسيون. يل سوفي جوست تعطيو لهم الكونت بشحال عندكم في هذوك لي سي بي ا نتاعكم، لو سي بي اف بلوتو، لو سي بي اف نتاعكم بشحال راه عندكم ديال نتاع المبلغ صايي، وغادي هما يقولوا لكم فوالا لي فورماسيون كامله اللي كيديروهم في هذاك ليكول فرونسيز. صايي تفهمنا؟ شوفوا كاين مجموعه، انا ديجا كنت عطيت لكم ولكن كاين مجموعه، كاين لو بيان اتر اي لو سوان. يعني الا بغيتوا ديروا مثلا فورماسيون في الماكياج، البنات راه دي فورماسيون اللي هما، وحتى الدراري كاين فورماسيون تخيلو حتى في لا ديكوراسيون انتيريور، كاين فورماسيون في الماركتينغ اي لو كوميرس، كاين فورماسيون كذلك في اكسل، كاين فورماسيون، المهم مجموعه ديال لي فورماسيون اللي دايرينها ا دوميسيل. بطبيعه الحال من تكون ا دوميسيل نظن ما فيهاش شهور كثيره، يمكن من 4 د الاسابيع حتى 6 د الاسابيع جو بونس هكذا، وكيعطيو لكم ان ديبلوم ولا اون اتيستاسيون. هادشي تشوفوه معاكم، انا فقط كنعطي لكم الحاجه لو غران تيتر كيف كنقولها دائما، وانتوما خاصكم تسولوا اكثر حيت راه حاجتكم كتخصكم انتوما، ما نقدرش انا نكون مكانكم ونعرف الحاله او الوضعيه ديالكم. بالنسبه للايكول فرونسيز غادي تصونيو له وغادي تقول له فوالا ها القدر اللي عندنا في لو سي بي اف، واش نقدروا نديروا فورماسيون، وهما غادي يشرحوا لكم يعني وشنو كاين. كذلك جاني واحد السؤال، واحد الاخت بغات تسول واش انني قالت لي شرحي لينا بالنسبه للاوتو اونتربرونور. انا دابا راني عاد جديده في يوتيوب، يعني حتى انايا نقدر انني ندخل في ضمن هذه الخانه، ولكن حتى انايا راني عاد جديده في اليوتيوب، حتى انايا خاصني نمشي نسول لي زامبو، خاصني المهم نسول يعني كيفاش. لكن اللي نعرفوا على هذا الشيء، على هذا الموضوع بطبيعه الحال، تقدروا انك حتى في هذه لا فورماسيون ا ديستانس ولا ا دوميسيل قال لك تقدروا ديروا فورماسيون كومون كريي اون انتربريز، يعني هذه حاجه مهمه اللي تقدروا انكم تستافدوا منها. بطبيعه الحال انتربريز ما هي ماشي هي من تكون اونتو انتربرونور، حيت انتربريز هي بلو غران، كيكون لو شيفر دافير ديالها كبير، وكيكون مهم بزاف نتاع الاشياء. المهم غير بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا الموضوع، الاخت اللي سولتيني تقدري انك اذا بغيتي ديري فورماسيون كومون كري اون انتربريز الا فريمون راكي عندك شي حاجه وباغيه ديريها. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وهكذا نقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم ومع موضوع اخر ان شاء الله. السلام عليكم.